السلام عليكم. الكليماتيزور وما أدرك من الكليماتيزور، الآلة اللي أصبح أغلب الناس ما عادش ينجم يستغنى عليها، ذلك من شدة ارتفاع درجات السخانة. والسبب الثاني أجسامنا اللي أصبحت تنقصها الكثير من المناعة والصلابة وقوة الاحتمال، قياسا بأجدادنا ومم سبقتنا اللي كانت الأطعمة والمأكولات خالية تماما من البرودوي شيميك. الضعف هذا يخلينا نعتمد على الكليماتيزور بشكل كبير ومتواصل. المهم الكليماتيزور من أجل صحتنا ومن أجل أكثر إفكاسيتي في الأداء متاعو، نشوفوا مع بعضنا كيفاش نتعاملوا مع هالآلة حتى نتجنبوا ما لا يحمد عقبه. بداية وقبل كل شيء ومن أجل السلامة، نحيو البريز. الاحتياط ديما واجب، وقطع التيار الكهربائي مسألة لابد منها. الفلتر اللي تشوفوا فيه هو خزان الميكروبات اللي تتجمع فيه بمرور الوقت، وكما تراو لابد باش نقوموا بتنحية الفلتر متاعنا. وبعد ما ننحيوه نغسلوه بالماء شيئا فشيئا حتى يتنحى منه كل ما هو عالق وتصبح نظيفة. قوة الدفع متاع الماء ضرورية باش تنحي أكثر ما يمكن من الأوساخ. نقلبوا لفيلتر وينظافوا وجه وقفاء. كيما من الأول كانت العملية سهلة في تنحية لفيلتر، أيضا باش تكون سهلة في إرجاع لفيلتر في مكان. باش تكون عملية التبريد خالية من المخاطر على الصحة والمحيط، وكما سبق وقلنا أن الصيانة والرعاية للآلة متاعنا هي من الأسباب الرئيسية لإطالة عمر أي آلة، وتخلينا نجتنب التأثيرات السلبية اللي هي تنجم لا قدر الله التهابات على مستوى الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا الحساسية والتهابات على مستوى جهاز التنفس. نقول هذا موش باش نخوفوكم، ولكن باش ننبهوكم ونذكروكم وأنه أي حاجة مستحدثة يعني ماهاش طبيعية تلقى فيها ديزانكونفينيون يعني أعراض سلبية، وخاصة للي بالغ في التعامل مع هالأشياء دون صيانة كيما السيارة والبورتابل والهاتف الجوال والحاسوب والكليماتيزور، وأي شيء تبالغ فيه ينقلب للضد واللي خاف نجاء وعليكم حالا بالانترتيان. نشكركم مرة أخرى على ملاحظاتكم وأيضا تواصلكم معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. إلى اللقاء مع الفتحية.